بعض المؤرخين يقولون إن اليوتي اعتمد سياسة إسلامية من أجل إحكام قبضته على البلاد، وتقوم تلك السياسة على مبدأ التوقير والاحترام تجاه كل ما يتعلق بدين وعادات المغاربة، وهذا الرسم التعبيري يمثل تكريمه لباشا مراكش التهامي لكلاوي، كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس، ومن إسهاماته أيضا مساعدة الملك المغربي في بسط نفوذه ووضع العالم المغربي ونقل العاصمة من فاس إلى الرباط.